يا أعلى أرز بهالدنيا لبنان، بلد منكوب تجاوز الحروب، شعب يدفع ثمن كبير من الذنوب، ذنب الإهمال والطمع والفساد. انفجر المرفأ كما قلوب اللبنانيين، لأن هناك قدرة احتمال عند كل شعب وعند كل أرض، ومع ذلك ستبقين كما في السريانية القلب الكبير، القلب الأبيض، قلب الله. وبيروت ستعاد إعمارها وكل كسر سيجبر. بلد الفينيق وانطلاق الأبجدية لبيروت. السلام، يسعد صباحكم. صباح الخير رانيا. صباح الخير غادة. صباح الخير دانا وصباح الخير رانيا. إنه علمكم أن تعشقوا، لم يكن لبنان في العشق بخيلة. إنه علمكم أن تقرأوا، هل تقولون له شكرا جزيلا؟ آه يا عشاق بيروت القدامى، هل وجدتم بعد بيروت البديلة؟ إن بيروت هي الأنثى التي تمنح الخصب وتعطينا الفصولة. إن يمت لبنان متم معه، كل من يقتله كان القتيلة، كل قبح فيه قبح فيكم، فأعيدوه كما كان جميلة. إن كونا ليس لبنان فيه سوف يبقى عدما أو مستحيلا. كل ما يطلبه لبنان منكم أن تحبوه، تحبوه قليلا. سألت هي وينن رفقاتي يا بي، وين الضحك والغني، غص البي خنق الصوت، قال لبكرة بيجي نهار، شمسه بتمحي رماد النار، أرض البنبت فيها الغار، ما بيغار عليها الموت. يعني وجع أولادنا هو ليس فقط وجع لبناني، بل هو وجع أردني، وجع فلسطيني، عراقي، يمني، ليبي. ربما نحن اليوم موجودين في هاي المنطقة اللي للأسف بعد ما كنا متعودين على عزها وجمالها، اليوم قاعدين عم نشوف الدمار، التحطيم، ووجع القلوب. يعني عن جد ما عندناش كلام نحكي غير انه نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يداوي هالقلوب ويرجع يوقف معنا من اجل ان تكون المستقبل في ايدي الناس البسطاء اللي بيحبوا الحياه وبدهم يعيشوها بكل تفاصيلها. نعم. بدي اصبح عليكم، يعني يمكن صعب اصبح عليكم بصباح الخير، لكن فقراتنا اليوم ان شاء الله رح تكون مستمره بطرق مختلفه. نعم. احكوا عبروا صباح، عبروا اكيد مشاعركم. دائما صباح الخير، دائما صباح الرجاء والمحبه، دائما صباح العطاء، دائما صباح الامل، دائما صباح انه بكره احسن وافضل. امين. دائما الصباحات موجوده بكل خيرها ما دام ما زال هناك في اشخاص عم بيشتغلوا للانسانيه، ودائما لازم دائما نصلي للانسانيه اللي بقيت في بعض الأماكن وفي بعض القلوب. دائما لازم نشتغل لحتى نكبر هالقلوب اللي زغرت، نكبر هالعقول اللي زغرت، اللي صارت طماعة أكثر ما هي محبة. فأكيد يعني هو موقف مؤثر، وبالعكس أنا بحب إنه الواحد يعبر عن إنسانيته وعن عن وعن حزنه، لأنه اللي صار شيء غير متوقع وغير مقبول،
اوكي، يعني هو واحد هو ثاني اكبر انفجار بالعالم كما ورد في بعض الصحف، او ثالث اكبر انفجار بعد هيروشيما. اذا ايش عم نحكي؟ عم نحكي عن 300 الف عائله تشردت، عم نحكي عن مدينه هبطت، عم نحكي عن ناس خسروا اولادهم بناتهم اهاليهم، عم نحكي عن ناس كبار كانوا قاعدين معززين مكرمين ببيوتهم هلا ما عندهم سقف يقعدوا تحته. شو عم نحكي؟ عم نحكي عن مأساة. نعم. عن مأساة، مأساة عنوانها الاهمال والفساد. يعني انا بدي اعتذر اول شيء حبيبتي دانا، وعدت حالي ما ابكي على الهواء، ولكن شعر نزار قباني مؤثر الواحد كمان مع الصور الموسيقى الواقع اللي صار كبير. واكيد ما يعني احنا برنامجنا صباحي بنبعد قدر الامكان عن السلبيه، كاعلاميين كمان دورنا انه نتمالك اعصابنا، ولكن في مرات هيك وجع انساني لما الواحد زي ما انت حكيتي 300 الف شخص حاليا مشرد. امبارح فيديوهات الاطفال بتوجع القلب. ف أنا بأمن أنه ربنا قادر على كل شيء، قادر على كل ظلم، والله يحمي العالم لأنه البشرية تئن. نعم طبعاً، الله يحمي العالم دانا حبيبتي، والله يحميكم جميعاً، وإن شاء الله يا ربي دائماً نقدر أنه نحاول أنه نبث الأمل والتفاؤل حتى بأي مكان، سواء كانت الظروف سيئة فيه أو غير لا تطاق، لازم يكون هناك فسحة من الأمل. أنا بتمنى من كل الأشخاص اللي عم تتابعونا أنه يا جماعة مبارح أطلقوا العديد من المبادرات، مبارح في كتير مؤسسات عم نحط لكم أسماءهم وعناوينهم، مؤسسات وجمعيات إحنا نثق فيهم، انت حطيتيهم رانيا، انت حطيتيهم دانا، والكل حطهم موجودين على صفحات كل الفنانين وكل المبادرين الموجودين في سواء بالاردن او بلبنان. رجاء توجهوا لهدول الاشخاص وحاولوا قد ما تقدروا انكم تساعدوا كل اهالينا اللي موجودين بلبنان. واكيد يعني بدنا نحكي انه مبارح توجه كمان المستشفى الميداني والعسكري اللي سيدنا امر فيه لحتى يساعد. انا بدي انوه انه يعني لبنان طلعت من حروب، وبيروت انبنت على دمار، انبنت 5 مرات على دمار. الشعب اللبناني قدها يقدر يطلع منها، حرب اهليه، سقوط الليره اقتصاديا، كان في مشكلة النفايات، كل فترة عم بيكون في أزمة، ولكن هالمرة كانت الكسرة ثقيلة شوي، إنه يصير في عنا هالقد شعب عظيم يكون ما عنده منازل، ما عنده سقف فوق راسه، آمنين في بيوتهم، تجيهم هاي الهزة. وبالآخر يعني ما بدنا نلف وندور، هو السبب الأول والأخير الإهمال، السبب الأول والأخير عن جهية البشر، ولساتنا بالأوضاع اللي عم نعيشها ومع كورونا لساتنا عنا الطمع، ولساتنا عنا الفساد، ولسه هممنا الكرسي، ولسه هممنا السلطة. يعني لا استقالة الحكومة رح تحل، ولا حتى محاكمة الفاسدين. اللي رح يحل الموضوع انه احنا كبشر نوعى قديش عم نأذي بعض، ولساتنا عم نأذي بعض، ورح تمر هاي الأزمة ونرجع على نفس للأسف السام والفساد اللي عم بيكون في داخل بعض الأشخاص. صلواتنا بنرجع يعني بنرفعها مرة ثانية، اعذروني واعذرونا إذا أطلنا بالحديث، ولكن أنا اللي عم بشوفه سواء عبر السوشيال ميديا على الشاشات في الإعلام، كل شخص هذا التأثر يا جماعة حقيقي، وهاي الهبة حقيقية، والكلام اللي عم بطلع في كل مكان يعني أنا بشوفها صحوة بشرية. ما في إشي مفتعل، ما في إشي، ما حد يحكي لي عم من أوفر أو دراما، لأنه اللي عم بيصير غير مقبول على كل الأصعدة، مش بس لأنه شعب عربي وشعب جار وشعب بحب الحياة، لأنهم بالآخر بشر وبيسهلوا كتير حياة أفضل من هيك. صحيح. طبعاً دانا أنت بآخر مقدمتك حكيتي جملة جميلة اللي هي لبنان رح يرجع، ونحن دائما بنحكي انه لبنان رح يرجع. برضو هلا ذكرتي انه لبنان بالاساس بيروت قامت هذه المدينة الجميلة، هي فعليا على بقايا حروب. انا مؤمنة تماما انه لبنان رح يرجع، لانه هو رجع مش مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، وكان قادر انه يوقف على اجريه. وانا مؤمنة تماما انه كل هذا الوطن الكبير اليوم نحن موجوعين ونحن بنطلع على خريطته لانه هو مهدم. انا مؤمنة تماما انه الناس نفسها هي القادرة على انها ترجع تبني حجرة حجرة وطوبة طوبة وترجع تحيي التاريخ. صح. مرة ثانية بدي اودعكم واقول لكم بتمنى لكم يوم شكرا يعني جيد الى حد ما. دير بالكم على حالكم، وجد دير بالكم على حالكم، لانه هاي المشاعر الحقيقية هي بتأكد إنه في أمل لسه.